أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، انهيار كبير صار بعملة لونا بظل ارتفاع سعر البيتكوين. أصدقائي هلأ رح أتكلم عن الأخبار الإيجابية والسلبية اللي طلعت على عملة تيرا لونا. طبعا رح أتكلم شو صار أمس وعدد القطع والماركت كاب الخاصة بعملة تيرا لونا. طبعا أصدقائي، أول قبل ما بلش بالفيديو حاب أتكلم عن المؤشر الخاص فينا. طبعا في مؤشر اصدقائي عم نبيعه على قناتنا بيعطيك مناطق الدخول ومناطق الخروج لكل صفقه. قبل الصعود بالامس بالبيتكوين بسعر 28500 اعطاني علامه دخول طبعا، وارتفع البيتكوين الى 31000. طبعا امبارح بعد ما ارتفع البيتكوين الى 30000 اعطاني علامه شورت، وطبعا دخلنا صفقه شورت. اصدقائي طبعا شوف قبل الهبوط الكبير اللي صار، دخلنا صفقه شورت او اعطاني علامه شورت، نزل البيتكوين نزلة قوية جدا. طبعا أصدقائي هترك لكم رابط الفيديو الخاص بالمؤشر ونتائج المؤشر أسفل الفيديو. طبعا أصدقائي بالأمس دخلنا صفقة الأتوم باستخدام هذا المؤشر، فرجيتكم بالفيديو أنه أنا أعطاني علامة صعود، دخلت بعملة الأتوم وارتفعت من سعر 9.60 دولار إلى 11.5 دولار بعد ما أعطاني علامة الصعود. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو ونكمل أخبارنا على عملة تيرا لونا. طبعا اصدقائي خبري الاول من منصة باينانس. منصة باينانس اصدقائي اوقفت التداول باستخدام عملة لونا وعملة اليو اس تي بصباح يوم 13 مايو 13/5 اللي هو يوم الجمعة. طبعا تم ايقاف تداول بعملة لونا وتم ايقاف تداول بعملة اليو اس تي الساعة 8:30 الصبح. طبعا اصدقائي اتكلم على شغلة واحدة، تم ايقاف التداول ولم يتم حذف العملة، يعني بعد استقرار الشبكة رح تم اعادة الطرح على منصة باينانس. طبعا هاي الرسالة أصدقائي من منصة باينانس بتقول نحن نعمل مع التيم بروجكت مع فريق المشروع لإنشاء نظام بيئي مناسب للمستخدمين، ونحن نتطلع لتحديثات قادمة. طبعا هو عم يتكلم عن فريق المشروع الخاص بعملة لونا وعملة اليو اس تي. لك أصدقائي إن شاء الله رح نشوف أخبار إيجابية بإذن الله على عملة تيرا لونا. وطبعا الخبر الثاني من كوين تليجراف بيقول إنه باينانس أعلنت إنها أن سحوبات لونا ويو اس تي ستفتح عندما تصبح الشبكة مستقرة. طبعا أصدقائي رح يفتح السحب والإيداع على عملة تيرا لونا اليوم مساء الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة. طبعا أصدقائي خبر مؤلم جدا، أكثر من 10 حالات انتحار بسبب هبوط عملة لونا. طبعا مثل ما بنعرف هبطت عملة لونا من سعر 80 دولار إلى سعر 0.41. هذا الانخفاض أصدقائي يعني أي شخص معه ملايين القطع أو حتى ملايين دولارات حاليا عدد القطع اللي معه ما بتتجاوز سعره 5 دولار. خبر مؤسف أصدقائي، طبعا سوق الكريبتو سوق مليء بالمفاجآت. وخبر الثاني أصدقائي عن سيزي باينانس المؤسس الرسمي لمنصة باينانس عم بيقول إن إحنا أوقفنا التداول بعملة لونا وعملة اليو اس تي. طبعا وشرح شو صار بينه وبين المؤسسين عملة لونا، قال إنه نحن تكلمنا مع المؤسسين لعملة لونا لكن لم نحصل على أي رد. طبعا عم بيقول تغريداته وبتغريدات سيزي باينانس عم بيقول انه كل ما نزل سعر عملة لونا المستثمرين عم يشتروا ما عم يدركوا خطورة عملة لونا. طبعا اصدقائي انا اشتريت عملة لونا بسعر 1 سنت وبعت على سعر 5 سنت، واشتريت على سعر 0.9. في موضوع اصدقائي رح اتكلم فيه هلا رح اشرح لكم هاي النقطة. قال انه هبوط عملة لونا جذب الكثير من المستثمرين، والمستثمرين صار يشتروا بكميات اكبر. كل ما العملة تزيد صفر كمية الشراء عم بتصير أكبر، وهذا الشيء عم بيسبب خطورة على فلوس المتداولين. قال لهيك نحن وقفنا شراء عملة لونا لحماية المستثمرين وحماية المتداولين على عملة لونا. نحن وقفنا الاستثمارات طبعا مثل ما شفنا بالخبر السابق انه منصة باينانس رح ترجع تدرج عملة لونا في مجرد استقرار الشبكة. قال أنا ضد إيقاف أي مشروع عملة من منصة باينانس، قال لكن سأخالف هذه القاعدة في هذه المرة بعد ما شاف خطورة عملة لونا. طبعا قال أنه صارت هذا القصة مع الأكس إنفينيتي. طبعا بيقول أنه بشكل دائم كان الفريق عم يتواصل مع سيزي باينانس ومع مؤسسي عملة باينانس
اللي هي عملة الأكس المادي. نحن نعلم أن هناك آراء مختلفة في المجتمع، وشعرنا أن طريق التداول هو أفضل طريقة لحماية مستخدمينا من هذا الوقت. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب على مدار الساعة طوال أيام أسبوع. سيتم الإعلان عن جميع الإجراءات في باينانس. طبعا أنا في تغريدة لازم أطلع لكم إياها لسيزي باينانس، هو بيقول إنه نحن نتواصل مع فريق عملة تيرا لونا وما عم نلاقي أي رد. قال أشعر بخيبة أمل كبيرة في الطريقة التي تم بها التعامل مع حادث اليو اس تي ولونا أو عدم التعامل معها. يعني فريق عملة لونا لحد الآن ما بيتعامل مع الوضع بشكل مطلوب. طلبنا من فريقهم استعادة الشبكة وحرق لونا الإضافي التي تم سكه واستعادة ربط اليو اس تي. حتى الآن لم نحصل على أي رد إيجابي أو استجابة كبيرة على الإطلاق. قال إنه سيزي باينانس عم يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هالشيء اللي عم يصير مع فريق عملة لونا والاستهتار اللي صاير من فريق عملة لونا. طبعا أصدقائي خبرنا الأخير والمهم إنه شركة جام أو شركة جي اي ام رح تدعم عملة لونا بقيمة 3 مليار دولار. هذا السعر أصدقائي ممكن يرفع من عملة لونا أو ممكن يحذف صفر أو صفرين من عملة لونا. أصدقائي حاليا عم يتم دراسة هذا الأمر من الشركة السويسرية اللي هي شركة جي اي ام، وعم يقولوا انه ممكن يعطوا عملة تيرا لونا 3 مليار دولار للاستثمار. لكن اصدقائي الامل الوحيد لارتفاع عملة لونا ووصول الى 1 سنت هو الحرق 240 مليون دولار اللي تكلمنا عليه بالسابق والحصول على 3 مليار دولار كمساعدة. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.